مهمتي. شو اقترح تاني تفضلي؟ عندنا واحد الوردة وردة بالطون والجبن ورقة ديال الفيلو. واخا دونك عندنا في مقا ديال ورقة ديال الفيلو والزبدة باش غندهنو. وعندنا في الحشوة عندنا طون نصف مزيت، عندنا جبن أبيض. هاد الجبن كيبقى اختياري، يعني يديرو مثلثة الجبن أو لا مربعات، يعني اختياري. موزاريلا شوية ديال الزعتر، ثوم بودرة، وتزين غنحتاجو جبن أحمر محقوق والخشخاش. إيه البافو. بافو وي. دونك في الطريقة كنشدو هادوك المكونات ديال الحشوة، كنخلطوهم مزيان، وكنشدو ديك الورقة ديال الفيلو. كما كنعرفو هي كتكون ورقة فوق ورقة. إيه دونك كنشدوهم وكنقطعوهم دوائر. دونك دوائر متوسطين بحال شي زليفة، يعني مقطعة دائرية اللي كتكون ديال لينوكس، يعني باش دغيا كتقطع لينا كنضغطو كتقطع، هي يعني الدورة ديالها قد زليفة صغيرة. دونك كنقطعو هادوك الدوائر، وكنشدو تقريبا أربعة أو خمسة ديال هادوك الوريق الدوائر، كتكون وحدة فوق وحدة، وكنحطو شوية من داك الخليط ديال الجبن. دونك ملي كنحطو داك شوية ديال الخليط ديال الجبن كنطويو على جوج، يعني بحال كتعطينا نصف دائرة. من بعد عاوتاني كنطويو على جوج، بحال كتولي عندنا ربع ديال الدائرة. دونك خدينا الدائرة، درنا فيها معلقة ديال الخليط ديال الجبن، طوينا على جوج، عطانا شكل نصف دائرة، عاود طوينا على جوج، عطانا ربع دائرة. دونك كنشدو كنستو في واحد المول دائري، سواء سيدة تعمل دير مولات فردية صغيرين أو لا دير مول كبير. واخا. دونك كنبقاو نفس هاد الطريقة اللي درت، كندير وحدة وكنتكيو عليها الأخرى، يعني حنا دوك الدوائر كنعمروهم، وكنبقاو نديرو داك الربع دائرة واحد متكي على واحد، وحنا غاديين على الدورة ديال الإطار. نعاودو دورة أخرى. وحنا غاديين كندورو حتى كيبقى لنا واحد الحفرة في الوسط اللي ما كنخليوها خاوية. داك ملي كنقطعو دوك الدوائر في الورقة ديال الفيلو كيشيطو لنا، كتشد لنا الورقة. وكنشدو هادوك اللي شاطو لنا كنقطعوهم شرائط، وكنعمرو ديك الحفرة في الوسط، كنديرو شوية، كنرشو شوية ديال الجبن موزاريلا وشوية ديال الزعتر، كنغطيو عاوتاني بشوية من دوك الشرائط، وصافي. وكندهنو بالزبدة الوردة كاملة، يعني حتى هي كتعطينا شكل وردة. دونك فيها دوك الربع ديال الدائرة في الجناب، وديك الحفرة في الوسط اللي درنا فيها، وكنرشوها بالخشخاش، كندهنو بالزبدة وكندخلوها الفران حتى كتحمر. دونك هي كيجي شكلها رائع جدا، زعما كتجي رائعه في الشكل ديالها وحتى في الماكله ديالها، وكتجي مقمشه حيت هذيك المرقه هي كتجي مرقه. وهاد الطريقه يقدروا يديروها بحشوه حلوه. انت درتيها بجبن، وممكن نديروها باقتراح اللي هو حلو. فوالا حلوه، ونقدروا الا درناها في مولات فرديه، يعني ما بلا ما نديروا ديك الحفره في الوسط، يعني دوك الربع ديال الدائره اللي كندورو غندوروهم كلها، يعني كتجي كلها موردة، يعني بلا ديك داك الشرائط اللي درنا في الوسط. اذا كان مول فردي يعني كنستغلوا ان نعمروها كامله. دونك في الحشوه الحلوه درت اللوز مقلي ومطحون، كراميل ديال الحليب مركز المحلى، وحبيبات ديال الشوكولا لي بيبيت شوكولا. دونك خلطتهم وعمرتهم، عاود ما درت الجبن في الملحه، درت هذا الخليط في الحلوه، دونك عمرت دوك الدوائر، شفتهم. من بعد ما دخلتها ودهنتها بزبده، من بعد ما دخلتها الفران وخرجتها، كنسقيوها بلاستيك، كنرشو شويه ديال رقائق اللوز محمره، يعني كنكونوا حمرناها ونرشوها من الفوق. عجينه وحده ممكن نخرجوا منها الملح والحلو. فوالا، يعني انا هذا يعني باكيه ديال هذه الورقه اللي سيدو خرجت منها جوج شكال، يعني جات رائعه.